السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. موضوع مرابط الخيل هو موضوع يشغل بال الكثيرين في كل جوانبه، سواء التفريق بين ما هو صناعي منه وما هو طبيعي، أو ما يدل على كنوز وما يدل على أماكن ربط الخيول وإيوائها وغير ذلك. اليوم أريد أن أركز معكم قليلا على بند المربط الطبيعي، أو بمعنى آخر الذي ليس مربط من الأساس ولم يتم تشكيله بيد الإنسان، وهو ما يسمى بالتجوية الطبيعية أو النحت الطبيعي. هناك نوع مما يشبه مرابط الخيل تتشكل في الصخور في نقاط ضعيفة داخل تلك الصخور أو على سطوحها، وطبعا العملية لا تتم في يوم وليلة أو في شهر أو سنة أو 100 سنة، بل قد تستمر آلافا طويلة من السنوات وربما أكثر بكثير. ما أقصده هو أن كثيرا من هذه الجرون المتصلة ببعضها من القاع بدأ تشكل أكثرها بشكل طبيعي قبل عشرات الآلاف من السنوات، حيث عاصرت الرطوبة والجفاف، البرودة والحرارة، التمدد والتقلص، التكسير والتخريب الطبيعيين، الانجراف والتعرية، وربما الزلازل والبراكين والانزلاقات الصخرية المختلفة. ربما سقوط صخرة من أعلى جبل قد يحدث تهتك في سطح صخرة ثابتة، فتصبح نقطة ضعيفة في الصخرة الثابتة، وإذا مرت عليها قرون من السنوات ربما يصبح مكانها جرن عجيب وجميل، وهذا بفعل إزالة ذرات الصخرة المتهتكة وتجميع رسوبيات من الرمال والأملاح وبقايا الكائنات الحية، فيظهر جرنا أملس ناعم من الداخل من فوهته إلى قاعه بسبب توالي الترسبات الغبارية والترابية والطينية على جدرانه صيفا وشتاء وعلى مدار آلاف السنوات، مما يكسبها تماسكا شديدا. هذا الكلام ليس بعيدا عن موضوع الجرنين الطبيعيين الصغيرين النافذين على بعضهما من الأسفل في سطح صخرة، فقصة حياة ذلك الجرن المنفرد الطبيعي وطريقة تكونه لا تختلف أبدا عن طريقة تكون بين قوسين مربط الفرس الطبيعي، والذي من الخطأ أن نسميه مربط فرس، فهو ليس مربط فرس ولم يصمم أصلا بيد بشر ليكون مربط فرس، مع العلم أن بعض هذه المرابط الطبيعية الجاهزة يمكن أن تستخدم من البشر لربط خيولهم أو استخدامها لحاجاتهم اليومية في زمن ما سابق أو لاحق. إخوتي المتابعين الأحبة، عندما نصادف صخرة عليها مربط فرس يجب علينا أن نتمهل طويلا قبل أن نحكم أن هذا الذي رأيناه على الصخرة ويشبه مربط الفرس هو مربط فرس. علينا أن ندرس أمرين مهمين قبل إصدار الحكم النهائي. هذان الأمران هما: الأمر الأول طبيعة مادة الصخرة الحاضنة، أي طبيعة المادة الصخرية، والأمر الثاني هو التنبؤ باحتمالية تدخل عنصر بشري في تكوين هذا الجرن من حيث تناسب القياسات وعدم عشوائيتها، أو وجود آثار لأدوات بشرية استخدمت في عمل الجرن كالإزميل مثلا. سنؤجل الأمر الثاني الآن ونركز قليلا على الأمر الأول، فهو ذو العلاقة الأساسية في موضوعنا اليوم. دراسة الصخرة الحاضنة تتم كالآتي: افحص الصخرة جيدا من حيث وجود نقاط ضعيفة منتشرة عليها، فكثير من الصخور لها طبيعة أنها تبدو وكأنها مهترئة وشكلها كالإسفنج، فتجدها مثقبة ومليئة بالثقوب والجرون مختلفة القياسات والأعماق، وكثير منها نافذ إلى الجهة الأخرى من الصخرة. مثل هذه الصخرة المهترئة لا تعتمد كأي إشارة
أو أي إشارة عليها إلا إذا وجدت دلائل لإشارة واضحة وبأحكام خاصة عليها. إذا كانت الصخرة صغيرة فقلبها وانظر في كل جوانبها وفتشها جيدا، فقد تجد صخرة متحركة طولها متر وعرضها متر وارتفاعها مثلا نصف متر، وفيها أكثر من مربط خيل. وجود أكثر من مربط خيل في صخرة متحركة وبهذا الحجم الصغير نسبيا يثبت احتمالية العوامل الطبيعية مع إمكانية استخدام أحد الخيالة لمثل هذا المربط الطبيعي بالصدفة لربط فرسه أثناء مروره في هذا المكان يوما من الأيام الغابرة وجلس للاستراحة في هذا المكان. الصخرة التي تكثر عليها الطحالب هي من أكثر أنواع الصخور من حيث قوة احتمالية تدخل العوامل الطبيعية. لماذا؟ لأنك لو فحصتها تحت القشرة الصخرية ستجد أنها طرية في كثير من نقاط سطحها، وحتى القشرة نفسها قد تكون أحياناً طرية وتشكل منفذاً يستطيع أي شخص من خلاله أن يحدث فيها ثقباً أو جرن خلال دقائق معدودة. وستجد أنك قد تصادف في سطحها نقاط تستطيع أن تحتها ربما بأظافرك أو بمفتاح سيارتك وتحدث فيها خرقاً أو تشكيلاً معيناً قد يتخيله شخص آخر ساذج بعد 50 عاما أنه بصمة. لاحظوا هذه الصخرة، هي صورة صخرة بعثها أحدكم إلي قبل فترة. لاحظوا مثلا طبيعة ومواصفات هذه الصخرة. صخرة تحتوي على عدد من الجرون والثقوب بأشكال مختلفة وقياسات مختلفة ومواقع مختلفة في الصخرة. عندما تجلس عند هذه الصخرة وتأخذ نفسا عميقا وتتمهل طويلا ولا تتسرع وتبدأ بدراستها، ستجد أن سطح هذه الصخرة يكتظ بالقشور الضعيفة والتي قد يمتد بعضها إلى عمق الصخرة. بعضها تقشر وتفككت ذرات التربة تحتها، فكانت عوامل التجوية الطبيعية هي الفاعل الأول والأخير لهذه التشكيلات الجرنية. لنأخذ مثالا، لاحظوا داخل اللون الأزرق، كانت الصخرة في هذه النقطة قبل آلاف السنوات أو عشرات الآلاف من السنوات متصلة ومتماسكة وليست كما يبدو، ولكنها عبارة عن جيب رملي ضعيف سرعان ما يشكل فاصلا داخليا بينه وبين الجسم الأكثر صلابة في الصخرة، فتبدأ هذه الذرات بالانفكاك والتطاير مع الزمن، وعلى رأي إخواننا المصريين حبة حبة، وتصبح بمرور الدهور بهذا الشكل الذي ترونه الآن. فإذا مر أحدنا ونظر إلى هذا التشكيل الطبيعي ظنه مهما من ناحية الدلالة على الكنوز بعد أن لفت نظره بشكله المميز. وهنا ينطبق المثل الشائع: ليس كل ما يلمع ذهبا. لاحظوا أن التجويفين باء يفصل بينهما أو تفصل بينهما القطعة الصخرية في المستطيل الأزرق اللي أعطيتها رمز ألف الواضحة في المستطيل. هذه القطعة أشد صلابة من المادة الصخرية الطبيعية التي كانت في التجويفين باء، ولذلك انفصلت كل تلك الذرات وبقيت الأجسام الصلبة والمتصلة بهذا الشكل. وطبعا لو تفحصت معظم سطح الصخرة لوجدته مليئا بالنقاط الضعيفة التي قد تصبح في أزمان لاحقة مثل هذا المربط وربما أكثر جمالا وجاذبية منه. نلاحظ أيضا الشكل التالي وطبيعة صخرية مماثلة من حيث وجود مساحة ضعيفة في جسم الصخرة. هذه المساحة الضعيفة لم تكن قد انفصلت أجزاؤها قبل زمن طويل، ولكن بفعل الزمن وكما قلنا عوامل الطبيعة والسيول والرياح وربما شخص عابث أو كائن حي يبحث عن غذائه أو صخرة متوسطة الحجم أحدثت البداية لميلاد هذا الجرن،
فبمجرد أن تكسر القشرة الخارجية التي ربما لا يتجاوز سمكها عدة مليمترات سرعان ما يبدأ باقي النسيج الصخري الضعيف بالخروج خارج التجويف، وتبدأ الذرات بالتفكك والتطاير وهكذا إلى أن تصبح بالشكل الذي نراه الآن. فيأتي أحدهم ويتخيل أن هذا التشكيل الجرني الطبيعي هو قدم طفل أو دعس الطفل أو شكل كمثرى، ويبدأ بناء على ذلك التخيل بعمل التحليل وتحديد مسافات وتوقع نقطة هدف وغير ذلك، ثم يفاجأ بعد تعب عظيم بأنه لم يجني شيئا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ نصائح الساهر الرحال على محمل الجد، وفضل أن يعتمد على تخيلاته وأوهامه وظنه غير المبني على برهان، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فكانت النتيجة غير سارة. دائما أحرص على تكرار المقولة التالية: عندما تبحث عن إشارة لا تلجأ إلى تخيل المجسمات أو العلامات والإشارات، التخيل خطأ وضلال، فما تظنه أنت عين مثلا قد لا يكون كذلك أبدا، وما تتخيله أنه رأس حية مثلا قد يكون نفر طبيعي في صخرة. بعد هذا الموضوع ستبدأ الحيرة والإرباك بالتزايد عند كثير من الإخوة المتابعين، وهذه الحيرة والارتباك مؤشر خير وعودة إلى الطريق الصحيح وظاهرة صحية، حيث ستبدأ بعدها الرؤية الواضحة الجلية لكل ما ترونه على الواقع، راجيا من الله تعالى أن تكون هذه الإرشادات البسيطة المتواضعة التي أدرجتها في هذا الموضوع بداية تنوير لدى الكثيرين، وكل ثقة أن هذا سيحصل فعلا، فكثيرون جدا هم الإخوة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي نهاية هذا الموضوع لا تنسوني من خالص دعائكم بظهر الغيب. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.